جبتلك النهاردة أقوى وصفة لتبييض الجسم والوجه، وهتسلخ السواد السنين في العيد. هتخلي بشرتك بيضة ونقية زي القشطة، هتخلي المنطقة الحساسة عندك بيضة جدا، هتخلي الركب والأكواع ووجهك ورقبتك وإيديكي والقدمين، وهتخلي من ضفر رجلك لشعر راسك بياض التلج. الكل هينبهر من بياضك وهيتفاجئ من بياضك. بشرتك هتبيض وهتسلخ الجلد، وهتفتح البشرة 3 طبقات من الجلد من أول استخدام. تبييض دائم، هتنوري في العيد وهتبقي زي الشمعة المنورة. منوره. بالله عليكي لايكات كتير للفيديو علشان يوصل لاصحابك ويوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا على الوصفه ونصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. جايبالك بقى يا حبيبه قلبي النهارده وصفه حلوه جدا لتبييض البشره والجسم كله على العيد. بياض التلج من اول استخدام، بياض دائم معاكي. الوصفه رهيبه، الوصفه جميله جدا يا بنات. هتبيض جسمك كله، بوجهك، برقبتك، بكل جسمك، حتى المناطق الحساسه. مش هتخلي حته في جسمك سمره، هتشيل الطبقات السمره من جسمك تماما وهتخليكي بيضه زي القشطه. ان شاء الله وصفتنا سهله، بس بالله عليكي حطي لايك للفيديو. لو اول مره تشوفي قناتي اضغطي على زر الاشتراك الاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه هنعمل النهارده خطوتين، والخطوتين دول والله 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 لو عملتيهم زي ما انا ما بقولك، انت بعد ما هتستخدميها بدقايق هتيجي في الكومنتات وهتدعي لي من قلبك ان شاء الله. بس بالله عليكي ما تسيبيش الفيديو، اعملي الخطوتين اللي احنا هنعملهم مع بعض دول واتفرجي على بياض جسمك وعلى وجهك ان شاء الله. اول حاجه معايا هنا طبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. ومعايا هنا اول مكون معايا وهو الخل. طيب الخل الابيض او خل الطعام العادي جدا ده ما يتخافش منه خالص، وما تخافيش منه خالص ولا ليه اي اثار جانبيه حتى على البشره الحساسه. ازاي يا مايا؟ هقول لك هنستخدمه بطريقه معينه هتخليكي تستفادي منه، لانه بيفتح جدا وفي نفس الوقت مش بشرتك مش هتلتهب نهائي ولا هيعمل لك اي اثار. تابعي معايا وعلى ضمانتي مش هتعمل لك اي تهيج ولا اي حاجه ولا اي مشكله خالص في البشره. وعايزه اقول لكم يا بنات انا بشرتي حساسه اصلا، وبستخدمه بالطريقه دي بيفتح جدا معايا وفي نفس الوقت ايه. ادي 1 2 3 معالق من الخل الابيض العادي جدا، خل الطعام، تمام. طيب احنا مش هنحط خل الطعام خام، احنا هنكسره بالميه، هنكسره بالميه علشان يبقى خفيف على جلدنا. فهنحط 2 معلقة كبار من الميه على 3 معالق من الخل، تمام. هنكسره بالميه، ممكن تكسريه بميه ورد عادي جدا وممكن بالميه العاديه، تمام. هنيجي بقى يا حبيبه قلبي على تاني مكون وهو الحليب المجفف او لبن نيدو المجفف او لبن الاطفال البودره، تمام. او ممكن لبن الاطفال بتاع الرضع عادي اللي بيتجاب من الصيدليه، او ممكن الحليب المجفف العادي زي ما انت عايزه. هناخد 1 معلقة بس كبيره من الحليب المجفف، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع الخل والميه بالشكل ده لحد ما نحس ان هما دابوا معايا كده كويس. وهنبدا ننزل عليهم بمعلقه كبيره من النشا او الكورن فلاور، وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس. خلي بالك عشان في خطوة تانية بعد دي، هي دي بقى الجميلة جدا برضو. هنقلبهم كويس قوي بحيث انه يكون القوام سايل معايا جدا، تمام. ومعلقة من الطحين او الدقيق كبيرة برضو، يبقى معلقة من الطحين او الدقيق مع معلقة من الحليب المجفف مع معلقة من النشا وكورن فلاور على 3 معالق من الخل الابيض بالشكل ده. قلبيهم كويس قوي لحد ما القوام معاك يكون سايل بالشكل ده اهو. وهناخد، ودي ضرورية جدا معايا، معلقة صغيرة من الدقيق، من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، وممكن تحطي قهوة عادية، تمام. لان هنا القهوة يا بنات بتدي تقشير وبتدي تفتيح بشكل فعال جدا جدا في الوصفة دي. هنقلبهم كويس قوي بالشكل ده، بقى القوام سايل جدا معايا، وده اللي انا محتاجاه. انا مش عايزاها تكلكع منك، انا عايزاها تكون سايله خالص عشان تقدري ان انت
تستخدميها كويس قوي. بصي يا قلبي بقى، هتيجي على المكان اللي انت عايزة تفتحيه، وجه جسمك، المنطقة الحساسة، اي مكان عندك، هتبدأي تاخدي من المكون السحري ده وهتبدأي تدعكي. وخلي بالك عشان بعد ديت هقولك على خطوة مهمة قوي هنعملها مع بعض. هتبدأي تدهني كويس قوي بالشكل ده على المكان اللي انت عايزة تفتحيه، رجليكي، ايديكي، جسمك كله، وتحت الابطين، ما بين الفخذين، وجهك كله، رقبتك، المكان، اي مكان عايزه تفتحيه هتدهني منه المكون ده، وهتسيبيه لمده 20 دقيقه. وبعد كده هندخل الحمام بتاعنا علشان ناخد الشاور. هنبدا ان احنا ناخد الليفه وندعك جسمنا كويس قوي، وطبعا وشنا طبعا مش هندعكه طبعا بالليفه، بايدينا، وهنبدا ان احنا ناخد الشاور بتاعنا كويس قوي بميه سخنه على قد ما جسمنا يستحملها. بعد الخطوة دي يا بنات انت طبعا هتلاقي بقى سواد السنين بيخرج، وهتلاقي البياض بقى، هتلاقي الجلد عندك بيتشال، الجلد الميت بيتشال بسهولة وبسرعة رهيبة. طيب بعد الخطوة دي خلاص حطيناه 20 دقيقة، غدعكنا جسمنا كويس قوي، اتشطفنا، غسلنا جسمنا بالمية الدافية، هنبدأ نعمل ايه؟ نتنشف كويس قوي، ويلا بينا بقى على الخطوة الاخيرة اللي هتجيب معاكي من الاخر. معايا هنا طبقتين، تمام؟ والوصفه دي يا بنات مهمه جدا، علشان ديت هتبقى قبل ما تنامي يا برنسيسه، وهقول لك هتفيدك في ايه. والوصفه ديت رهيبه يا بنات، ان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا زيت زيتون، ممكن نحط بداله زيت جونسون للاطفال، وممكن نحط زيت اللوز الحلو او زيت الجليسرين، وممكن نحط جليسرين خام، وممكن كمان نحط زيت جوز الهند. شفتوا كل ده بديل لزيت الزيتون. هنبدأ ناخد من زيت الزيتون بتاعنا معلقة منه بالشكل ده، تمام؟ وهنبدأ ننزل عليهم بالفازلين. وهنا الفازلين يا بنات يكون نوعية جيدة، نوعية كويسة قوي. وبرضو في بنات بتقلق من استخدامات الفازلين او النوعيات، هو النوع بيور انضف نوع، بس انا برضو ان شاء الله هعمل معاكم حلقة كويسة جدا ازاي نعمل نصنع الفازلين في البيت بمكونات طبيعية. هناخد الفازلين بتاعنا وهناخد منه معلقة صغيرة من الفازلين على زيت الزيتون بتاعي. طبعا هو الفازلين هيبدأ يدوب معاكي كويس قوي مع الفازلين، الفازلين هيبدأ يدوب مع زيت الزيتون بالشكل ده، وهتقلبيهم كويس قوي لحد ما يتجانسوا. وزي ما قلتلك لو تقدري تحطي بدل الـ زيت الزيتون تحطي جليسرين يبقى حلو قوي، ياريت، تمام. وهنبدا ان احنا نحط معلقه من النشا او الكورن فلاور على المكونات بتاعتي دي، وهنقلبهم كويس. ممكن علشان القوام يبقى معايا مظبوط ممكن تكتري الكميه، يعني على اساس انك تحطيها في علبه. بصوا يا بنات بقى، بصوا ده السحر، ده الرهيب، ده الفظيع. زي ما انتم شايفين فيه السحر للتبييض وللترطيب، وفظيع فظيع فظيع. هتبدأي تعملي منه كمية حلوة، وهتبدأي تحطيه عندك في برطمان او في ازازة او برطمان او اي حاجة، وهتبدأي تيجي يا حبيبة قلبي كده بعد ما خدتي الشاور كده ان شاء الله، هتبدأي تيجي بالليل، ليلا يستخدم ليلا مش بالنهار، عشان الفازلين بيتفاعل مع الضوء، فهنبدا ان احنا نستخدمه وننام بيه. او لو مش هتقدري تنامي بيه هتستخدميه، وطبعا يا رب يا ريت قوي انك تنامي بيه، علشان بعد ما بصي هتتفرجي على وجهك في المرايه هتلاقي وشك بقى ناعم ورطب وبيلمع وابيض قوي. هتدهنيه على جسمك كله، كل مكان حطيتي فيه الوصفه الاولانيه هتدهني منه الكريم ده بالليل. بعد ما هتدهنيه وهتسيبيه كده، هتسيبيه يا اما تسيبيه في حته يعني تكون النور فيها هادي، انا مش عايزاكي تقعدي في مكان فيه ضوء جامد علشان ده بيتفاعل مع الضوء. هتسيبيه لمده ساعتين من الليل، وممكن تغسلي وجهك وتنامي. لو تقدري انك تسيبيه وتنامي بيه يبقى افضل جدا، هتستخدميه يوميا يبقى حلو قوي. عايزاكي بجد تجربي، وبالله عليكي انا بستحلفكم بالله، اي واحده تجرب الوصفه تكتب لي في الكومنتات، انا عايزه رايكم بمنتهى الصراحه، لان انا بجد بجد واثقه من الوصفه دي جدا. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله تستفادوا منها. اشوفكم على خير، ما تنسونيش في اللايك حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.